بدي ارجع اسيطر على اعصابي حتى اكمل من دور اقلاط. مستوانا تطور بزياده الحمد لله، يعني صرنا من احسن لاحسن. جد رح تكون الاصعب بالنسبه لي، هيدي اصعب جوله صايره يمكن بتاريخ ريد بول كوربريت دريفت. احسن كثير من العام الماضي بالتاكيد، الكواليتي على السيارات والكواليتي تبع المتسابقين نفسه افضل. ثم the support of the team, traction of team. الحمد لله we did a lot of practice. عشرة على عشرة على قولهم. This is what we expect from Red Bull. هذا أقل شيء نتوقعه من أي إيفنت Red Bull يسويه. أول شيء أهني نفسي وأهني الجمهور لرياضة السيارات إنه نجح الحدث، وهذه السنة الثانية على التوالي بالنسبة لكار بارك دريفت المنفذة من شركة Red Bull.